مساء الأنوار مشاهدينا ومشاهدين ساعة مع نيبال. كل واحد له قصة ليها بداية وليها نهاية، كان له اليد في كتابة بدايتها ونهايتها. ما بين البداية والنهاية أحداث ومشوار طويل ومواقف وفشل ونجاح. كل واحد فينا هو اللي كتب قصته في الحياة، بس يا ترى كتبها إزاي؟ قصة حياتك في حلقة. مشاهدينا أهلا بحضراتكم في ساعة جديدة من ساعات ساعة مع نيوان. الحياة كلها مغريات، لها متطلبات. كل واحد فينا عايز يسد المتطلبات دي، عمال يجري يمين وشمال، بس يا ترى وهو بيجري ويجري ويجري بيقدر يسد المتطلبات دي؟ ما أنا قلت في البداية إن كل واحد فينا له قصة، والقصة فيها صفحات والصفحات فيها سطور. في مننا اللي كتب على السطور من ذهب وبصم، وفي مننا اللي ساب السطور فاضية ما كتبش فيها حاجة، لكن كتب فيها كلمة انتظار. كل صفحة فيها انتظار. انت هتعمل ايه؟ انا مستني. مستني ايه؟ مستني اخلص دراستي. طب انت دلوقتي مستني ايه؟ مستني الاقي شغل. طب دلوقتي مستني ايه؟ مستني بابا وماما يجيبولي. كلمة الانتظار في كل صفحة من صفحات الحياة. الانتظار كلمة عملت إيقاف لحياتنا، لأن دايما منتظرين ودايما مستنيين، وده بيخلينا واقفين مكاننا، مش عارفين نسد، مش عارفين نلبي الطلبات والمتطلبات الحياة اللي بتطلب مننا. وعشان نقدر نلغي الانتظار لازم يكون في وعي، في إدراك، في فهم للدنيا اللي احنا فيها، في فكر بيترتب بشكل معين. الانتظار ده ورثناه لولادنا من غير ما نحس. لو جيت طفل أو البنت أو الولد في البيت بيتكلم عن أي فكرة، عن أي موضوع، يقول له لأ استنى شوية لما تبقى تخلص كذا. ما زرعناش فيهم فكرة المسؤولية، فكرة إزاي يتحمل مع الأم والأب المسؤولية، فكرة إنه يفكر، إنه يدرك، إنه يعرف إنه لازم يبقى عنده إدراك لذاته، وده اللي كتير مننا افتقده وتاه في الدنيا، مش عارف يروح فين ولا يجي منين. ولما هيبقى فيه إدراك ووعي لازم يكون في أهداف، أهداف وأهداف كبيرة. بتبتدي بالأهداف الصغيرة، الخطوات البسيطة اللي بتتعمل عشان أقدر أوصل للهدف الكبير. الأهداف شيء مهم في حياتنا، لكن إحنا بنحلم بس. بيبقى أحلام لكن من غير أهداف، وساعتها الحلم بيبقى مجرد حلم وبيبقى مصاحبه خيبة أمل.
ليه بتكلم عن كل الحاجات دي؟ لأن ده اللي بيحصل في حياة كل واحد فينا. إزاي الإنسان يقدر ينتج؟ إزاي يقدر يتقدم؟ عشان يقدر يعمل أي حاجة من الحاجات دي لازم يلغي كلمات معينة من حياته ويحط أهدافه ويبقى فاهم إنه يقدر يوصل لها لو درس خطواته، وهيقدر يوصل للحلم والأهداف اللي كتبها بنفسه. دي أول خطوة، إن أنا أبقى إنسان منتج نافع قادر أسد طلبات حياتي ومتطلباتها، وإن أنا أرفع دايماً من مستواي. النهاردة في كلام كتير، ياريت تسمعوني بعقولكم وقلوبكم. نطلع فاصل ونرجع في ساعة مع نبال. متهيألي سمعتوا قبل كده عن كلمة الفوضى. كلمة الفوضى دي، يعني لو جينا شرحنا الكلمة دي وفصصناها بالبلدي، هنلاقي إنها شايلة معاني كتيرة جدا بتترجم في حياتنا وأفعالنا وتصرفاتنا. ده في ناس بيعترفوا إن هما فوضويين. الفوضى دي في كل حاجة في حياتنا، انزل الشارع، احترامنا للغير، تعاملاتنا مع بعض، العمل. يعني لو حطينا كلمة الفوضى وحطينا قصادها في الكفة التانية كلمات، هنقول النظام، الإتقان، المسؤولية، وغيره وغيره وغيره. الفوضى دي من أكتر الحاجات اللي بتهدمنا من غير ما ناخد بالنا. كلمة فوضى يعني مفيش نظام في الحياة، لا في ميعاد للنوم ولا ميعاد للصحيان، مفيش التزام في المواعيد، مفيش إنتاجية في العمل، مفيش تحديد مهام، مفيش تحديد أولويات. كل ده بيخلي كل واحد فينا عمال يجري يمين وشمال، هو مش فاهم هو إيه اللي بيتعثر في إيه، بيقع ليه، مش بينجح ليه. حطيت عينيك قبل كده على إن الجزء الفوضوي اللي موجود في الحياة عامل من العوامل، إنه سبب من أسباب إن إحنا مش بنتقدم في عملنا، في الأسرة،
في حياتنا في كل حاجة. الأسرة لو من الصغر الولاد طلعوا معتادين على فكرة تحمل المسؤولية، على فكرة النظام، على فكرة إن إزاي يبقى عارف أولوياته ويحدد مهامه من سن 7 سنين، أعتقد إن البيوت هتكون مختلفة عن اللي بيحصل دلوقتي. هتكون مختلفة لأن الأم والأب منظمين، فاهمين، عارفين أولوياتهم، عارفين مهامهم، فبيعرفوا يوظفوا مجهودهم بشكل سليم. لكن اللي بيحصل في الحياة مش كده. اللي بيحصل إن إحنا بنبذل مجهود كتير، يعني كبير جدا جدا في حاجات كتير، لكن في الآخر نلاقي النتيجة مش هي دي النتيجة المرضية. يعني أنا عايز في اليوم يبقى 8، اليوم الواحد ال 24 ساعة يبقى 48 ساعة علشان أقدر أكفي، لأنك ما نظمتش يومك، لأنك ما حددتش صحيانك ونومك، لأنك ما حددتش المهام بتاعتك، ما حددتش أولوياتك، ما ركزتش في اللي أنت بتعمله. وده اللي بيحصل للأم في البيت. صوتها عالي، عمالة تجري يمين وشمال طول النهار، بتصحي ولادها على الصريخ والزعيق، وممكن الباص يفوتهم، وممكن مش لاحقة تعمل الساندوتش بتاع ليهم وتحضر حاجتهم. كل ده لأن بنوزع مجهودنا على أكتر من حاجة في وقت واحد. لكن لو حددنا المهام، لو حددنا الأولويات، لو بقى في نظام في أوقاتنا في حياتنا، حتى الوقت ملوش قيمة بالنسبة لنا. حتى لما تقول لحد أنت اتأخرت أو على تقصير معين، يقوم ردد عليك يقول لك يا عم ده 5 دقايق، هو حصل إيه؟ لا، حصل كتير. حصل إن الفوضى دي هي اللي شقلبت حياتنا بالشكل اللي احنا فيه. حصل إن احنا ما بقناش نتقن العمل اللي احنا بنقوم بيه. حصل إن ولادنا طلعوا ملقوا القدوة بتاعتهم كده. إزاي أنا هقدر أقول لابني يكون منظم وأنا مش منظمة؟ إزاي هقدر أعلمه تحديد المهام والأولويات وأنا مش بعمل ده في حياتي؟ إحنا اللي بندي صورة الحياة لولادنا، وإحنا اللي بنقول لهم وبنعلمهم وبنربيهم، واللي المفروض نبقى قدوة ليهم. كل حاجة مبنية على التخلص من كلمة الفوضى، فكرة إني إزاي أستفيد من الوقت بطريقة سليمة، أستفيد من كلام الآخرين، أعترف بغلطي، أشوفه، أتعلم منه، أطور من نفسي ومن مهاراتي. كل نقطة بتكلم فيها مبنية على اللي قبليها. يعني في كلمتين في حياتنا لو لغناهم حياتنا هتتغير تماما، الانتظار والفوضى. كتير في مجال العمل بالذات تلاقي الموظف عمال يبذل مجهود في حاجات عمالة تقلل من طاقته، وزي ما قلت من شوية الإنتاجية ما بتكونش بقوة المجهود المبذول. وده لأسباب كتير. أسباب إن إحنا ما بنعرفش نحدد مهام كل واحد فينا. حتى ده بينطبق على الأسرة. لو كل واحد فينا عارف المهام والدور اللي بيقوم بيه وركز فيه وما تدخلش في عمل غيره، هنقدر نوصل في النهاية إن إحنا ننجح في العمل اللي إحنا بنقوم بيه. لكن المشكلة مش بيحصل كده. المشكلة الموظف أو الأم أو الأب أو أي فرد في المجتمع بيبقى فاكر إنه لما
يهلك نفسه، هو كده هينجح أكتر. وبعد كده بيتفاجئ بالنتيجة اللي بتسبب له خيبة أمل، لأنه بيلاقي نفسه في الآخر محققش حاجة، ما وصلش للي هو عايزه. ما أنت اللي عملت كده، أنت لا حددت المهام ولا حددت الأولويات ولا اهتميت بالوقت ولا فكرت وأبدعت وتميزت، عشان كده بتلاقي نفسك بتنهج وانت مش عارف تسد متطلبات الحياة، وانت مش عارف توصل للي انت نفسك فيه. يبقى لازم كلمة الفوضى ما نتبهاش قوي وما نبقاش فرحانين قوي ان احنا بنقول على نفسنا ان احنا فوضويين. في حاجات بلاحظها ان احنا دايما في حتة الفوضى دي ما بناخدش بالنا حتى واحنا داخلين على ناس. لو عندنا مدير شديد شويتين وبدأ ينبه الموظف ان الصوت كرسي وهو بيجر الكرسي او بيحركه من مكانه بيزعج الناس اللي حواليه، هيبص له بصة غريبة جدا وهيقول عليه انه هو معقد، مع ان هو ده اللي بيتدرس دلوقتي واللي زمان جدتي وجدتك علمتهن. ازاي ما نعملش ازعاج للناس اللي حوالينا؟ ازاي في البيت كل واحد فينا يمارس الحاجة اللي بيحبها من غير ما يأذي الاخ او الاخت او الام او الاب؟ يا ترى بنعلم ولادنا الكلام ده؟ يا ترى بنقول لهم لما تفتح الباب تقفله بهدوء، لما تمشي ما تعملش صوت على الأرض، لما تتفرج على حاجة استمتع لكن ما تأذيش الناس اللي حواليك؟ ولا بنهتم بحاجات وبنسيب حاجات؟ ونرجع نقول ليه ما بقناش منتجين؟ وليه أنا مش عارف أنجح في الحياة؟ وليه مش عارف أوصل؟ ما أنا قاعد ومستني وحياتي كلها مهرجلة، الليل نهار والنهار ليل، وكلمة معلش وحصل إيه وهو جرى إيه وإنت معقد الدنيا ليه، هي دي اللي على ألسنتنا وهي دي اللي بنقولها لبعض. فكرة تطوير المهارات، كل واحد بيبقى فاكر إنه وصل للنهاية وإنه استكفى وإنه كده مش محتاج إنه يتعلم، وعشان كده الكيرف بينزل. الإنسان ده ما بيقدرش يحافظ على النجاح لأنه اعتقد من وجهة نظره إنه وصل وإنه بقى كده أبو المفهومية، ودي بداية الخطر. طول ما أنا عايش في الحياة بتعلم وبتطور وبطور من مهاراتي، حتى لو وصلت لأعلى المناصب، لو ما تعلمتش أشوف أخطائي، لو ما تعلمتش أعالجها، لو ما تعلمتش أطور من فكري ومن مهاراتي بصفة مستمرة، هفضل مكاني ومش هتحرك. وهو ده اللي بيحصل. بتلاقي حتى في مجال العمل بنستكتر ناخد نصيحة من بعض، بنستكبر إن حد يقول لنا إن إحنا غلط، ودي بداية الخسارة. مفيش حد عارف كل حاجة ومفيش حد بيفهم في كل حاجة، ولازم نتعلم ولازم نطور من فكرنا ومن حياتنا ومن مهاراتنا. وإزاي نعرف إن إحنا نوصل للإنتاجية ونبقى منتجين بجد؟ وفي الفترة دي لو قدرنا نعمل ده هنقدر نوصل للي إحنا عايزينه. كل المشاكل اللي موجودة في حياة كل قصة
أو قصة بني آدم أو قصة إنسان موجود على وجه الأرض هو له اليد، هو له اليد فيها، لإما حط بصمة لإما ساب الصفحات فاضية وحط كلمات تانية كلها بتوقع. وإحنا القدوة لولادنا، الأجيال اللي طالعة لازم تتعلم يعني إيه مسؤولية، لازم يتعلم إنه يحط أهداف، وأهداف مش صغيرة بس ما تبقاش مجرد أحلام، ويسعى لتنفيذها. مش عيب أبدا إنه يشتغل من ثانوي، مش عيب أبدا إنه يفكر في الحلم بتاعه، مش عيب أبدا إنه يبني نفسه بنفسه. علمنا ولادنا الاتكالية، علمنا إن إحنا اللي بنعمل لهم كل حاجة. أنا أعرف ولاد لغاية دلوقتي ما بيذاكروش إلا والأم قاعدة جنبهم أو الأب. هيبقى مسؤول إزاي؟ من البيت بداية المسؤولية، يبقى عنده تحمل مسؤولية لكتابه، للواجب بتاعه، لامتحاناته، للنتيجة بتاعته، وإحنا نبقى عوامل مساعدة. وهو ده الكيرف اللي حصل في المجتمع، طلع ولاد ما عندهمش تحمل مسؤولية، عايزين كل حاجة على الجاهز، ما أنا بستنى. وعشان كده فقدوا الهوية، فقدوا إدراكهم بذاتهم وإحساسهم بقيمتهم. ما هو مستني المصروف من بابا حتى بعد ما اتجوز وبقى له بيت. شفتوا الفوضى اللي احنا بقينا فيها؟ هي دي العقول اللي هتبني الحياة بعد كده؟ هم دول اللي هيتحملوا مسؤولية وهم ما تعلموهاش من الأساس؟ عشان نبقى ناجحين في حياتنا لازم نطور من نفسنا، لازم نفهم نقطة مهمة جداً، إن الحياة ما تنفعش كلها تبقى جري، والناس اللي بتعمل كده بتقع وبتيجي في وقت من الأوقات ما عندهاش طاقة لأي حاجة، مش قادرة تعمل أي حاجة، ما هي تعبت عمالة تجري يا ناس، ما وقفتش وأخدت نفس عشان تعرف تكمل. وده اللي احنا بنبقى فاكرينه، إن أنا كل ما اشتغل أكتر وأكتر 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 من غير راحة ومن غير فاصل في الحياة، إن أنا كده هنجح أكتر. وده أكبر غلط بنعمله في حق نفسنا، إن إحنا من فترة للتانية محتاجين نقف، محتاجين ناخد نفس، محتاجين نبص إحنا عملنا إيه عشان نشوف اللي بعد كده إزاي. وده البني آدم اللي بيقدر ينتج وبيقدر ينجح وبيقدر يوصل. بنبقى فاكرين إن إحنا لما نعمل 50-70 حاجة مع بعض إن هو كده شطارة مننا، لأن كل حاجة طالعة بنسبة بسيطة في الآخر ما بتوصلش برضو للي أنت عايزه، مفيش إتقان. نركز ونفهم إحنا رايحين فين وعايزين ايه. هنطلع فاصل ونرجع، وقصة حياتك في حكاية في حلقة. الانتظار والفوضى عايزين نشيلهم من حياتنا، عايزين نحط مكانهم الحلم معاه أهداف، عايزين نحط الإتقان، عايزين نبقى منتجين. ومش هنقدر نحقق ده إلا لو اتخلصنا من الكلمتين دول.
مش عارفة انتوا متفقين معايا ولا لأ، ولا هتقولولي انت جاية من وادي واحنا في وادي. والله انا من نفس الوادي اللي انتوا فيه، لكن كل الحكاية ان كل الانسان ما بيبقى عنده ادراك ووعي كل ما بيبدأ يشوف الحياة بشكل تاني وبطريقة تانية، رغم الصعوبات اللي فيها، رغم الألم، رغم التعثرات اللي ممكن كلنا يواجهها وهو ماشي، لكن بتشوف بنظرة تانية وبتفكر بطريقة تانية لما بتحط إيديك على النقط اللي ممكن تكون السبب في الحالة اللي احنا موجودين عليها دلوقتي. في حاجات كتير ممكن نكون معناش بنهتم بيها زي زمان، زي سلوكيات الولاد. بستغرب قوي لما حد يكتب لي على أي بوست بكتبه يقول لي تعاليم الدين، ما هو لو اتبعنا ديننا هنكون بالطريقة دي. طب ما هو تعليم دينك في كل الكلام اللي بيتقال، هو مش دينك قالك لما تعمل عمل اتقنه؟ مش دينك قالك لازم تكون منظم؟ مش دينك قالك لازم تنتج وتبقى فعال في المجتمع اللي انت عايش فيه؟ مش دينك قالك ان انت لازم تعيش بأمل وتعيش بهدف وتعيش بحلم؟ طب ما بنطبقهمش ليه؟ ما بنعملش ده في حياتنا ليه؟ ما بنراعيش خصوصيات بعض ليه؟ كل دي في التربية، كل دي في الأساس، دي جاية من الفوضى، الحالة الفوضوية اللي احنا عايشين فيها. احنا حتى عايشين في فوضى فكرية. أنا معايا هبة من القاهرة. أهلا يا هبة. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بيكي. إيه رأيك بقى في موضوع الانتظار اللي موجود في المجتمع؟ إن مش هقول كل الناس يعني، بس معظم الناس دايما مستنيين. إنت إيه رأيك؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا في فوضى اخلاقيه وفي حاجات كتيره ما بقتش متظبطه، زي ما حضرتك ذكرتي في تمام المقدمه بتاعتك ان احنا بعدنا عن الدين، تمام. تمام واللي اكتر من كده كمان ان احنا ما بقاش عندنا فكره ان انا احدد انتي ايه. بمعنى بمعنى انا لو عرفت قدر نفسي وايه اللي اقدر اعمله، انا ممكن انجد حاجات كثيره جدا. معرفة النفس بس يا هبة، ولا تكوين الفكر عامل من العوامل اللي ممكن تساعد كتير جدا على الإنتاجية في الحياة؟ ما هو طبعا هو تكوين الفكر دوت، ده الاساس اللي انت بتبني عليه كل حاجه بعد كده. تمام بتبني انت في التكوين دوت، انت بتربي على عيب وحرام. بتكبري شويه انت بتبقي عارفه قيمه نفسك وانت عامله ازاي وهتقدري تعملي ايه للمجتمع ده. تمام. طب وجهة نظرك في كلمة الانتظار بتعني ايه بالنسبة لك؟ انا بالنسبه لي الانتظار قاتل. ما انتظرش، انا اسعى ورا الحاجه. تمام. ما فيش حاجه اسمها ان انا انتظر، ودي حاجه من الاستراتيجيات اللي انا ابتديت اطبقها مؤخرا. انا طول ما انا قاعده مستنيه البيرفكت شانس زي ما بيقولوا، عمرها ما هتيجي. تمام. انا لازم افعلها، اشتغل لها، هقع مره واثنين وثلاثه، بس انا هفضل وراها لحد ما افعلها، لحد ما اوصل لها. هايل. لكن انتظر، طب هي هتجيلي ازاي؟ هي هتقعد مكاني منين؟ يعني فكرة الانتظار وإن إحنا منتظرين كل حاجة، دي من الحاجات اللي بتوقعنا ومن ما طبعا أسباب الفشل اللي كتير وخيبة الأمل اللي بيصاب بيها كتير من الناس. ما طبعا ما طبعا يعني احنا مثلا
واحد دلوقتي خلص جامعه هو مستني الشغلانه اللي هتجيبه مش عارفه كام الف جنيه تخليه يجيب ايه وايه وايه. لا حضرتك ابتدي بحاجه صغيره، الحاجه الصغيره هتفتح لك حاجه اكبر منها سنه، دي ممكن تعلمك حاجه اكبر واكبر. بالظبط. لكن هتفضل قاعد مستني مكانك حضرتك مش هتوصل لحاجه. تفتكري ايه السبب؟ مش عارفه يمكن علشان بقت الدنيا مفتوحه على بعض قوي فبقينا شايفين بعض. ولا التربيه وبقى. ولا التربيه هبه ليها عامل. طبعا برضو التربيه ليها عامل. يعني ما بقيناش نقول اتعب او اعمل، يعني حتى في السكيل بتاع البنات لما الواحده بتيجي تدور على عريس بتدور على عريس جاهز، هي مش عايزه تتعب. ايوه عايزه عريس جاهز وما تعملش ولا حاجه يعني خالص. انا مش عايزه تنزل. انا عايزه كل كنتوفه زي بنت خالتي. يعني انا ماليش دعوه. يعني نسينا اصلا ان المواضيع دي رزق، دي بايد ربنا، دي مش بتاعت حد، وتعبي عشان تلاقي. بالظبط. هبة بشكرك وبشكر مداخلتك في ساعة مع نيوال. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، عايزين نقول ان كل حاجة في حياتنا احنا لينا يد فيها واختيار. في ثلاث أنواع من البشر. في إنسان بيعمل الحدث، وفي إنسان بيتابع الحدث، وفي إنسان بيتفرج بس عمال يتلفت يمين وشمال. والناس دي اللي عندهم القلق والتوتر والخوف وخيبة الأمل، إحنا اللي بنقدر نكتب قصة الحياة بتاعتنا، إحنا اللي بنقدر نحدد فيها الأحداث بتاعتنا بفكرنا ووعينا وإدراكنا للدنيا. ما تقعدش تستنى وترجع تقول القطر فاتني عشان ما لقيتش نفسك ولا عرفت تحقق ذاتك. الفترة اللي فاتت كل مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبة عشان الإهانة اللي توجهت للرسول الكريم، وكله رفع الشعار وكتب إلا رسول الله. طيب إلا رسول الله بأفعالك؟ اثبت للدنيا وللعالم إنك مسلم، اثبت للدنيا إن أنت تعليم دينك الأخلاق، اثبت للناس وللعالم كله إن العمل عبادة. هو ده إلا رسول الله. نفذ سنته بجد، بلاش الشعارات، بلاش الكلام اللي بيطلع زي القنبلة وبعد كده بينزل يمكن ما بيعملش صوت كمان على الأرض. أمانة، أمانة عليكم النهاردة تفكروا في الكلام اللي أنا قلته لكم، ان انتوا اللي تقدروا تغيروا حياتكم، انتوا اللي تقدروا تنشروا الدين صح بافعالكم وتصرفاتكم، بولادكم اللي بتربوهم صح ويطلعوا صح ويطلعوا منتجين ويطلعوا لهم قيمه في المجتمع، مش عايشين مستنيين وعايشين بطريقه اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ارسم طريقك، ارسم طريقك وحقق أهدافك ووصل للي انت عايزه. زي ما دايما بقول، دعوة للحياة في ساعة مع نيبال. تصبحوا على خير.